أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات التي ترونها منذ قليل، هذه آيات عظيمة تحدث عن نعم الله سبحانه وتعالى الظاهرة والباطنة، والكل يسبح له سبحانه وتعالى من في السماوات والأرض، الإنس والجن والمخلوقات والطير خاصة، كل قد علم صلاته وتسبيحه سبحانه وتعالى. لغته في لغة التسبيح والتحميد سبحان الله. هذه الآيات والله قرأناها لأن في مطر نزل، في مطر هنا في مكة وبين الجبال والأمطار والسحب مليئة السماء بالسحب والغمام. قال كما قال سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يسبح له من السماوات والأرض، ألم ترى أن الله يزجي سحابا. سبحان الله، يعني ألم تنظر، لأني لم ترى لها معنيان، ألم ترى يعني ألم تنظر زكات من النظر، ألم ترى من العلم، ألم ترى أن الله يسبح له من السماوات والأرض، ألم ترى أن الله يسبح له من السماوات والأرض والطير صافات، هذا من النظر، كيف الطير صافات. وكذلك ألم ترى أن الله يجي سحابا ثم يألف بينه يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله، فترى الودق يخرج من يعني المطر. والله هذا منظر عجيب يا جماعة، يدعو إلى التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى والعيش مع كتاب الله والنعم الظاهرة والباطنة في هذا في خلق الله سبحانه وتعالى. وإحنا أمرنا بالتفكر ومعاني النظر في مخلوقات الله وفي خلق الله، شيء عجيب يا الله. نسأل الله يزيدنا وإياكم إيمانا وتقوى وهدى ورحمة، يجعلنا إياكم من طال عمره وحسن عمله، يجعلنا من الذين يستمعون استمعنا القول فاتبعونا أحسن، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الأرباب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لهم جميعا واغفرنا لهم وأحب وأرضاه جميعا، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم صل الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين يا قوي يا عزيز. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.